دلوقتي جماعتكم مع بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا بدون رتوش على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومعاكم مذيع اسمه يوسف الحسيني. ضيفنا العزيز جدا 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 النهارده هو خلطه الواقعيه السحريه على راي جارسيا ماركيز كده، انه ما بين الابداع السينمائي والثقافه والسياسه هو الخليط ما بين كل دول، وفي نفس الوقت بيمتلك الاريحيه الكامله الحقيقه. يعني الرجل يتحدث بكل ما يحمله قلبه وعقله الواعي، وليس فقط حديث القلب، ولا يخف الحق لو ما تلائم، لا في شغله بالمناسبه، ولا في اراءه السياسيه، ولا في مواقفه فيما يتعلق بصناعه السينما في مصر. الدكتور محمد العدل هو اللي منورنا النهارده. ازاي الحال؟ ازيك، والتقديمه الجامده دي يا عم، ده اقل واجب. شوف، اصل هي لا تليق مع تواضعك المعتاد. ربنا يا عم، مفيش تواضع ولا حاجه. والله العظيم، ايه الاخبار؟ انا راجل مفتري. لسه كنا جوه بنتكلم على دراما رمضان السنه دي، فقلت لك ايه الاحوال. انا شايفها السنه دي اولا في كم مسلسلات كتير جيد حلو، ويعني كل سنه بقى في 2 3 كويسين و 4. السنه دي في كتير، جيت للحق. هطلع لو عايزنا نتكلم عليهم يعني. ايوه يا ريت. هطلع مسلسل يسرى ومسلسل نيلي باعتبارهم انتاجنا، فهيبقى شهادتي فيهم مجروحه. لكن هحيي يسرى وحيي نيلي ومجموعه الناس اللي موجودين، مخرجين ومؤلفين وكل طاقم العمل، احييهم واطلعهم بره الحوار، لانهم فعلا عاملين جهد هايل. ده هايل قوي الحقيقه. انا شهادتي مش مجروح. ماشي. فبس دول هطلعهم. لكن طبعا اقول ان في عمل عبقري اسمه افراح القبه. محمد ياسين يتالق ويبدع ويقدم لنا يوميا فيلم سينمائي لمده 35 او 40 دقيقه. بناها روايه صعبه دي قوي. بس قوي. هم عاملين اولا مكتوب حلو قوي. محمد ياسين، واسمح لي اقول محمد، انا بعتبره من اولادي يعني. فمحمد بعمل نقلات بالمونتاج جديدة على الدراما التلفزيونية. حلو. وطبعا مجموعة الممثلين، منى زكي، اياد نصار، جمال سليمان، صابرين، سوسن بدر، انا مش يعني صعب. بص، ما فيش حد في العمل ده تطلعه بره الكادر وتقول ده ما كانش موفق. بس ده فعلا كان تعليق مني انا تحديدا يعني، وانا على قد يعني فنان مشاهد، انه الكاستنج بتاع المسلسل ده كاستنج عبقري. كاستنج قدام الكاميرا وورا الكاميرا كمان عبقري. يعني المجموعة عنده مثلا مدير تصوير عبقري. ها، يبقى الحاجات اللي مش بتاعتنا احنا. لا 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 لا، بجد انا بقول لك العمل شبه متكامل. يعني ما تقدرش الكمال لله وحده، لكن هو عمل مسلسل رائع. جراند اوتيل مسلسل حلو قوي. يونس ولد فضة حلو قوي كمان. والنوس، والاثنين عبد الرحيم كمال، والاثنين عبد الرحيم كمال بيبدع وبيقسم فيهم. هو في برضه يعني مباراه بنت لذينة كده ما بين استاذ نبيل والدكتور يحيى. ايه ده؟ لا، في ايه المباراه دي؟ ما انا بقول لك في ابداع بقى جوه مسلسل. انا بكلمك دلوقتي على الاثنين دول كسيناريست، لان نفس السيناريست. طبعا نبيل الحلفاوي، الصديق العزيز والاخ العزيز، والاستاذ الدكتور يحيى الفخراني، الاثنين بيلعبوا بعض. مش ممكن. يعني جيم مش ممكن. قوي. وهاله صدقي عامله دور هايل. كل الشباب اللي معاها بلا استثناء، يعني عايز اقول لك الناس موفقين قوي 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 في الكاستنج. شادي الفخراني كمان عامل كاستنج حلو قوي في المسلسل بتاع ونوس. طول عمره. عمرو سعد في يونس ولد فضة عامل دور حلو قوي، والممثلين اللي معاه. ايه تاني؟ انا مش عايز انسى، لان فعلا المسلسلات كويسه كتير. عدد المسلسلات السنه دي اقل من السنه اللي فاتت. شهاده ميلاد لطارق لطفي هايل، وبحيي طارق لطفي، لان طارق لطفي عمل حاجه ما بيعملهاش غير الممثلين المحترفين قوي في هوليود، ان هو جاب انا سالت. لان هو عمل شخصيتين
شكلا بعيد قوي عن بعض. فتخيلت ان ده مكياج، سألت قال لك لا هو جاب مسؤول التغذية خسسته حوالي 20 كيلو يعمل بيها المشاهد اللي هو على السرير كله مريض، ثم رجعت له 20 كيلو عشان يعمل مسلسل كله. ايه ده ايه ده، فعامل دورين يعني شغل بلاد بره يعني، ده شغل بالظبط كده، شغل اللي بيتعمل في هوليوود يعمله روبرت دينيرو ويعمله الناس دي عملت كده. ففعلا بحييه كمان على الجهد اللي باذله في هذا الاتجاه. برافو برافو. الخروج جماهيريا مسلسل ماشي كويس قوي. في مسلسلات طبعا ما اقدرش، انا ما شفتش كل المسلسلات، لكن في مسلسلات ما مش هبقى شفتها وممكن تبقى جايبة. في مسلسلات شفتها وما عجبتكش؟ عايز تقول قول، مش عايز تقول ما عجبتكش، عايز تحدد اسميها يعني. ما قدرتش اكمله، مش عايز اقول ايه هي لان في الاخر كلهم زملاء يعني. كلنا حبايب والله حبايب. بالظبط. طب احنا ايه، هنروح نسمع فيروز ونكمل الكلام ولا ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ نسمع فيروز. حلو، نسمع فيروز. نختار ايه بقى الفيروز في معانا اللي فيروز بقى شاركني في ارجوك. سالوني الناس في عندنا، عندي ثقه فيك، في عند كتبنا وما كتبنا، في كيفك انت، وفي بكتب اسمك يا حبيبي. بكتب اسمك او سألوا الناس يعني ليه بكتب اسمك. حلو، بكتب اسمك يا حبيبي على الحبر العتيق. بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لازلنا مع نقدر نقول يعني مش يا جماعه حاجه، والله العظيم دي الحقيقه اصلا. والله ما تقول حاجه، اصل هو يعني راجل مبدع كده مثقف يعني، مش رجل من اهل الصناعه بتاعه السينما والدراما يا عم. انا لا مبدع ولا مثقف ولا كل اللي انت بتقوله يا ده. عم مبدع ومثقف. قول قول والله ماشي. ما يعني خلاص ماشي، عايزني اعارض قناعاتي؟ لا لا مش كفايه لحظه مش كده بقى، انا كنت بنتكلم في الفاصل في كلام يودي في داهيه، خلينا نتكلم في الكلام اللي ما يوديش في داهيه قوي يعني. طيب عايز ارجع لمساله الابداع، حريه الراي والتفكير وحريه الابداع وما الى ذلك. في وقت ما كان الاخوان بيحكموا مصر، صحيح هي فتره البعض بيصفها بسنه والبعض بيصفها من ايام غزوه الصناديق، يعني انا من بتوع انه من غزوه الصناديق الاخوان حكمونا، والامر لله من قبل ومن بعد. فكان عندنا كلنا او اغلب المصريين، مش هقول كلنا، واقفين كلنا في جبهه واحده لاجل حريه الابداع وحريه الراي والتعبير و و و ومن بعد ذلك اعتقد الجبهات تفتتت واصبحت الناس بتاخد حرية الابداع دي كده ايه بالمقاس، الابداع على مقاسي، فناجي يتصلوا سنتين عشان الابداع مش على مقاس فلان، وفلان الفلاني ما ياخدش حاجة خالص وعادي جدا لانه الابداع بتاعه على مقاس علان. هو اقدر اقيس حرية الابداع واحط لها حدود؟ طب الاول اختلف معاك في ان من غزوة السنتين من قبل كده ولا ايه؟ هو فكرة الحكم يعني ايه؟ الحكم يعني ايه؟ حكم يعني تدير، ولا الحكم يعني تؤثر في الشارع فيبقى ليك جماهيرية وتقدر تحكم وتقدر تدير. انا وجهة نظري ان من يوم انور السادات ما اخرج عمر التلمساني وناسه وطلقهم وما دام بعيد عن انكم عايزين الحكم العبوا بالطريقة اللي تريحكم، من يوم ما طلع قانون بيقول فيه ان اللي يبني عمارة يحط تحتها زاوية فما ياخدش ضرائب عقارية، كل ده عمل نوع من انواع سيطرة الناس دي. كله منكم يا بتوع مظاهرات 77 بالظبط. انا عارف انت الحكاية طبعا. لا بس هو كله من ايام 72، هو يعني هو طلعهم قبل كده يعني، هو طلع الناس بعد عشان يقاوم الحركة اليسارية قال ثورة الحرامية، ما قالش انتفاضة الشباب. لا لا لا. فالمهم انا بعتقد ان هم سيطروا على حتت كتير جدا، حيث توافق او يعني جاء في نفس التوقيت انسحاب الثقافة من الشارع المصري. باننا كان عندنا مكتبة في الشارع بنروحها فدي اتقفلت، المكتبة العامة، كان عندنا قصور ثقافة بنروحها، كان صحيح. عندنا في المدارس نادي صيفي بنروح نقضي فيه كرة ومسرح ومعسكر صيفي في كل المدارس ومعسكر صيفي ومعسكر في اسكندرية يتعمل، يعني كل هذه الأنشطة تم وقفها تماما، وبالتالي هم سيطروا. أنا وجهة نظري أن البداية كانت من هنا، هو الظهور على السطح بدأ
مع غزوة الصندوق. صحيح. لكنهم كانوا موجودين. كانوا موجودين. أرجع بقى لحرية الإبداع. الإبداع حدوده. بص أنا وجهة نظري إن يعني جايز كلامي يزعل ناس. بس أنا محتاج عشان حرية الإبداع يبقى عندي كمان ثقافة متلقي بيقول إن فيه حرية ده أنا بعمل ده من حريتي وأرد عليه بحريتي. إذا الدولة مش مؤمنة بحرية الإبداع بالتالي أنا هعمل فيلم فالدولة هتشوفه وحش فتمنعه، فأنا ما عملتش حاجة. هي حريته إنه يعمل فيلم وأنا حريتي أرد عليه. حريتي إن أحمد ناجي يعمل كتاب، فأنا حريتي لو أنا واثق من وجهة نظر اللي هي ضد وجهة نظر أحمد ناجي أعمل كتاب وأرد بيه على أحمد ناجي. لو وصلنا المرحلة دي تبقى فيه حرية إبداع. لكن أنا وجهة نظري إن إحنا أحسن حاجة بنعملها لما نلاقي ما عندناش قدرة على إننا نرد، وساعات مش ما عندناش قدرة وساعات مش عايزين صداع فنقفل الحكاية دي. وبالتالي إذا كان جمهور الكورة هيضايقنا يبقى الملاعب من غير كورة، إذا كان جمهور المسرح هيضايقني في حاجة فمش ضروري مسرح، إذا كان كل ما هو في احتمالية إنه يبقى ضد دماغي كدولة أنا هوقفه وخلاص. وبالتالي لا توجد حرية إبداع بالمعنى أنت خلي ليك حرية إبداع وحرية رأي و والآخر ما دام بعيد عن الخطوط الحمراء. العب في الخطوط الخضراء بالطريقه اللي تريحك. لكن الخطوط الحمراء والخطوط الخضراء ده يخليني عايز اتذكر فيديو كده عايزين نقعد نتفرج عليه مع بعض. الفيديو ده تعلق بجمله شهيره جدا قالها الدكتور محمد العابد، كلنا شلنا رقبتنا على ايدينا، فاكره؟ طبعا. تعالوا نشوفه مع بعض يا جماعه. اي حد في هذا المنصب كان هياخد هذا الموقف اللي هو انحياز للناس. اصل انت لما تقولي لي شال رقبته على كفه ونزل، انا بقول لا، احنا اللي شلنا رقبتنا على كفنا ونزلنا. لان انا لما نزلت يوم 30 ومن حضرتك نزلت يوم 30 ومن حضرتك نزلت يوم 30 كان ممكن نتضرب بالنار. يطلع الضرب من النار بقى من الاخوان، يطلع الضرب من النار من اي حتة تانية، كان ممكن نتضرب بالنار. طب فعشان دكتور الاتنين شالوا، الاطراف كلها شالت يعني من انحاز. احنا نزلنا وجايز نتقتل او ما نتقتلش. بس احنا معناش سلاح. من حرية الإبداع إلى شيل الرقبة على كف اليد. لا، هو احنا كلنا في 30 يونيو شلنا فعلا رقبتنا على كفنا ونزلنا. انت كنتش عارف ايه اللي هيحصل. انحاز إليك الجيش ده حاجة عظيمة. وانا وجهة نظري ان تاريخ الجيش المصري من يوم ما كونه سليمان باشا الفرنساوي مع محمد علي بتكوينه المتفرد في المنطقة، بالمناسبة متفرد في المنطقة العربية كلها، فكرة التجنيد الإجباري لكل الناس وكل الطبقات خلت الجيش مكون وطني إجباري، مش مكون قبلي. الكل بينصهر جوه المؤسسة. بالظبط كده. أنا بقول لك تقعد على قهوة وتتكلم مع واحد وتكتشف إنه ظابط، واخد بالك؟ إذن كل دول، كل الناس، كلنا دخلنا الجيش، كلنا خرجنا منه. لكن انا مش قبيلة القذافي بس هي اللي بتدخل الجيش، فيبقى الجيش الليبي ده شكله ما هيش كلان يعني. مش جماعة يعني. مش جماعة. احنا الجيش بتاعنا بتاع الكل. ولذلك لا يوجد في تاريخ الجيش المصري ان ينحاز ضد الشعب في تاريخه. حتى لما نزلوا في 77 خلاص نزلوا لحماية الشارع مش ضرب الناس. انا اللي اتذكره انا 77 كان عندي سنتين، سنه 1986 ايام مظاهرات الامن المركزي كان برضو انحياز لاجر استقرار الشارع. بالزبط. والعوده مره تانية للسكنات. لكن لم يكن في اي وقت من الاوقات ان الجيش ينزل يضرب في الناس. وبالتالي انحياز الجيش ل 30 يونيو هو انحياز طبيعي جدا جدا جدا. بنقول لهم ما اقدرش اقول بشكرهم عليه لانها بلدهم زينا،
يعني ما اقدرش اقوله نشكر الجيش انه انحاز ل 30 يونيو لانها بلدهم زينا زيهم. ده ابني اللي في الجيش ده انا كلنا على بعضنا وبالتالي مفيش حاجه انا مثلا الشعار بترفع الجيش والشعب ايد واحده. الجيش مش حاجه والشعب حاجه. انا معاك 100%. المفروض انه كلنا حاجه واحده وبالتالي دي بالظبط نوع من انواع التقسيم اللي بيحصل زي بالظبط ما بتقال المسلم والمسيحي طرف مش عارف طرفي الامه ولا قطبي الامه وعنصري البدا ويحكي الهلال بالصليب. انا يعني بص احنا بندور على كيف نقسم وبننفخ في ده نفخ فيبقى في عندي جيش فابتدي اتكلم على الجيش كشيء مستقل بذاته والشعب شيء مستقل بذاته. احنا كده بنقسم نفسنا. لا انا ابني اللي معايا اللي في الجيش اللي هو معايا في البيت ده انا حاجة وهو حاجة؟ لا بالتأكيد لا. انا الناس اللي كلها اللي موجودة انا بقول ان الجيش والشعب انحياز الجيش لحركة اهلي خلاص هو الطبيعي وبالتالي مش الجيش في ثورة 52 الجيش نزل والشعب ايده والشعب ايده انه بقى العكس احنا نزلنا والجيش كان مأيد لانه احنا جزء من الجيش ده والجيش جزء مننا. فأيد في يناير وأيد في 30 سنة بالظبط. طيب هروح بتحب أنغام؟ أنا طبعا بموت في أنغام. ماجد بقى بيعمل اختيارات أنغامية مذهلة. يعني أنا من الناس اللي بتحب أنغام قوي بس أنا غالبا بقيت شخص كئيب ولا إيه؟ هي ليه الأغنية الكئيبة قوي دي؟ لأن أنا مش فاكر اسمها. اكتب لك تعهد. بتحبها دي؟ لا بتحبهاش؟ أنا بحب لا أنا بحب أي حاجة الأنغام. بتحب إيه طيب؟ اختار. لكن أحب لها مثلا بحب الأغنية اللي هي أولا طبعا في الركن البعيد الهادي دي بدايتها وفي نفس المكان في النادي. نفس المكان في النادي أغنية جميلة ولطيفة جدا. في الأغنية بتحبها ولا الله دي أغنية برضو من الأغاني الجميلة يا سيدي يا سيدي. لأن أنا يعني عجبني فكرة الثقة بالنفس في الموضوع. هي بتحبها ولا دي النادي اللي هنسمعها بس اكتب لك تعهد كئيبه بس انا بحبها. بس انا بحب اي حاجه الانغام انا بحب ما يهمش انها كئيبه انه انغام جيلي فانا بحب يعني انا منحاز لجيلي جدا. انتوا جيل وانا بس انا منحاز لجيلكم منحاز اكتر مننا. انا منحاز لجيلكم اكتر ان حضرتك منحاز منحاز لنا اكتر مننا. خلونا نسمع انغام اكتب لك ايه احنا قلنا ايه بحب تحبها ولا انا لقيت نفسي من ناحيه برضه ذهني رايح للاغنيه الثانيه بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنا بنقول ايه ما طولش عليكم طول بقول لكم ايه احنا لسه في برنامجنا بدون رتوش ولا زال معانا ضيفنا الرائع جدا 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 الدكتور محمد العدل. فكرت تعمل فيلم عن اكتوبر. يعني انا كنت دايما اقعد اقول يا جماعه احنا ما بنتكش افلام عن 6 اكتوبر ليه؟ ده الامريكان عملوا اكتر مش عارف من 88 فيلم يبرز دورهم البطولي في حرب تقريبا ما خاضوهاش يعني وخوضوها خارج مياههم الاقليميه بالزبط. اصلا وحاجات اكتر من 88 حوالي 120 فيلم. امال احنا طلعنا كام فيلم 5 6؟ لا ودي مش انا مع احترامي طبعا الشديد للجهد اللي اتبذل فيهم وللشركة لا تعبر على الاطلاق عن ما تم في حرب اكتوبر. حرب اكتوبر يعني احسن من كده بكتير واقوى من كده بكتير ولابد ان يعبر عنها سينمائيا بطريقه احسن من كده بكتير. واحنا بنشتغل دلوقتي على فيلم عن ابراهيم الرفاعي. وما بعمل عن ابراهيم الرفاعي لا يعني ان انا بعمل عن الشخصيه لكنه اطار. لا ابراهيم الرفاعي صاحب فرقه 39 واخد بالك اللي هو فرقه كوماندوز كانت بتعدي ورا خطوط الحرب الاستنزاف كله واشتغل فيها بشكل عالي. وطبعا هناك بطولات اخرى وابراهيم الرفاعي هنا انا ما بحكيش حياته لكن المقصود فيها انه هو اللينك اللي بينك وبين حرب الاستنزاف عشان تقدر تعمله. واعتقد ان في طريقنا لاخذ الموافقات عشان نقدر نعمل فيلم. طب هتاخد موافقات وهتقدر تتحمل النفقات؟ انا بعتقد كمان ان القوات المسلحه المصريه مقدمه تسهيلات المره دي اكتر. يعني قبل كده احنا كنا بنعاني ان احنا ناخد دبابة لكن اللي ما حدث دلوقتي ان هم شايفين ان هم زي ما قلت كده مش في جيش وشعب في ناس على بعضها اسمهم الجيش والشعب. فانا اعتقد ان هم داخلين في اطار ان هم طب انا عايز نتذكر مش مساهمين يبقوا مساعدين بس
في الحاجات اللي هنحتاجها. عايز نتذكر مع بعض قصة نصور الدبابة ب 25,000. غالية الصورة دي والله. لا هي يعني كانت كده, هي كانت كده يعني الدبابة بس. هم دلوقتي لا, جيت للحق يعني برضو عشان الكلام لكن اللي كان موجود قبل كده انت عايز دبابة بتصورها واقفة بكذا ومتحركة. خلينا نتذكر ده يعني انا متذكر ان حضرتك علقت على ده, فانا بس عايز نذكر يعني قد تنفع هذه الذكرى علشان كمان منتجين اخرين وهم بيشتغلوا وعارفين انه في امور كمان ممكن بيبقى في طريقها للحل لما بناخد وقفة, ودي حاجة مهمة جدا. تعالوا نشوف الفيديو ده سوا. طول ما الدولة بتمنعك تعمل دعاية الدولة, الدولة اللي بتمنعك تعمل دعاية الدولة. عايز اقولك ان احنا لما جينا نصور افلام عن اكتوبر الجيش قال لك الدبابة واقفة ب 15,000 ومتحركة ب 25,000. لغاية دلوقتي ما عملناش أي حاجة يعني. ما انا بقول لحضرتك اهو يعني مش دعم, انا مش طالب دعم, انا طالب, انا بعمل لك حرب يعني عايز اعيد حرب جزء من حرب اكتوبر, ده انت لازم تساعدني فيها. انا لا هعرف اسوق الدبابة ولا هعرف اعمل, فانت تيجي كمان تقول لي الدبابه واقفه بكذا ومتحركه بكذا, الطياره الهليكوبتر من ساعه ما المروحه تلف لغايه لما تنزل تقف عد بالساعات الساعه بكذا. طب انا ما انا بعمل ده للدوله. ده على كده اسماعيل ياسين دفع كتير قوي لما طلع فوق مروحه الطياره الهليكوبتر. بقى مكانه الدوله بتساعد, بتقول ان الجيش شيء مهم انكم تدخلوه, كانت يعني ده كان دعاية لان الناس تتطوع في اسماعيل ياسين في الاسطول, اسماعيل ياسين في الطيران, اسماعيل ياسين في كل دول. احنا حبينا يعني او احنا كاطفال واحنا اطفال صغيرين حبينا الحياة دي من الافلام دي, وحبينا حياة الجيش من افلام اسماعيل ياسين في الطيران وفي الجيش وفي الاسطول. وكنت تلاقي جمل حلو يقول لك انا لما دخلت الجيش اتغيرت, تقول له انت ما كنتش كده خالص يا فوق. انا لما دخلت الجيش اتغيرت, البحريه غيرتني يا ساميه, حاجات من النوع ده. فلا طبعا انا بقول لك ان وعشان كده انا جيت للحق ساعدت حين اتصلت بالشؤون المعنويه والناس رحبوا, فده صعدت الموضوع ايجابيا يعني لو صح التعبير, عملت تصعيد ايجابي في هذا الموضوع. اللي هو يا جماعه كده مش هينفع بالظبط. وهم يعني هم بعد ما سمعوا ده جيت لها هم نادوا قالوا المعوقات فين, قلنا في كذا كذا كذا, قالوا لا ما يعني انسى هذه المعوقات وابتدي اشتغل وادينا ربنا. الموضوع بتاع التصوير في مصر ده كتير بيسبب وجع راس للمنتجين المصريين والمنتجين الاجانب. طبعا لا ده موضوع تاني بقى, قصة ده موضوع بره بره. الناس بتروح تصور برا في المغرب بربع الميزانية بره إطار القوات, وفي دبي ببلاش خالص وممكن يديلهم فلوس وهم مروحين. مش قادرين يستوعبوا يعني, ما زالت الدولة مش قادرة تستوعب فكرة ان ده مصدر مهم, مش عشان انت هتشغل عمالة وعشان هيجي لك معدات جديدة وعشان هتزود خبرة ناس وعشان هيدفعوا فلوس في الاماكن اللي موجودين فيها وعشان هيدفعوا فلوس اقامه وكمان بيعمل لك دعايه سياحيه, دعاية سياحية مهمه جدا ببلاش. دوله ما زالت مصره, احنا دخلنا وعملنا لجنه وزاريه وتم الاتفاق ان يكون ان احنا ملناش دعوه بالفيلم هيتصور ايه, احنا لينا المشاهد اللي هتتصور, وما يجي الفيلم اذا مش عاجبك كرقابه ما تعرضوش, لكن ما توقفليش الفيلم انه يفضل ياخد موافقات لمده 3 4 اشهر. الناس دي لو حضرتك اتصلت باي يونيفرسال استوديو, ايه الافلام اللي عندكم السنه دي والسنه الجايه, هيبعت لك لاين اب كامل. لاين اب ده لسه هيتصور وبيتصور, فما عندوش استعداد ان من ضمن شغله انه يتاخر 3 شهور لغايه لما حضرتك توافق له. فخدنا قرار بان خلال 48 ساعه يتوافق, خلال 48 ساعة يطلع من المركز القومي جواب بانه هو ضامن المعدات, لان انا هم عندهم دائما احنا عندنا احساس ان الاخرين حرامية ونصابين, فهو هيجيب المعدات هنا يصور بيها ويبيعها فتبقى عدت من الجمارك وياخد بعضه ويمشي, فلازم تأمن على الحاجات دي قبل ما تمشي. فكانوا بيطلبوا منهم خطاب ضمان مثلا ب 2 مليون دولار, مين هيجي لك؟ وبالتالي قلنا لا هنعمل يعني خطاب ضمان من المركز القومي. هو احنا ليه دايما حاسين ان احنا جايبين الديب من ديله كده وعيال مدقدقه ومرقعه وقدام؟ انا عايز اسال سؤال, افرض انه جاب كاميرا يعني
مميزه شويه. فانا قلت له سيبها لي بيعها. طب ما وانت انا مستفيد برضه، البلد كلها مستفيده بالمناسبه لو يعني. انه الدكتور محمد العدل اشترى الكاميرا دي حلوة. لانه هيطلع بيها كواليتي مختلف بالزبط. عن اللي موجود. ورغم هذا ده حصل مره واحده في فيلم اللي هو كان اسمه الخروج بقى كمان غير المسلسل. فلما اتعرض الفيلم وزارة الثقافة تبرأت من انها طلعت تصريح مع ان هي اللي مطلعت تصريح وحاولوا يقولوا ان ده تم تصويره خارج اطار الدولة والدولة ما لهاش دعوة. لا بعد الثورة ده كان في عهد اي من الوزراء شاكر يا اما الدكتور جابر عصفور، وغالبا الدكتور جابر عصفور قال احنا ما نعرفش حاجة، مع ان الموضوع ما كانش كده خالص خالص. مركز القومي ماضي ورق وماضي عليه، الوزارة ماضية، والمنتج الفني للموضوع المصري كان هشام سليمان طلع كل التصاريح. ده بناء على قرار متاخد. انت بقى راجل دغري يعني، ما وانت مش عايز بقى تعرض الفيلم ما تعرضوش، انت حر. لكن هم قلقوا من الفيلم ليه؟ وبالتالي لانه كان بيتكلم على قصه سيدنا نوح وسفر الخروج. بالظبط كده. ف لا سيدنا نوح ولا سفر الخروج؟ لا لا نوح. سيدنا نوح. نوح. القصه بتاعت السفينه بالظبط. ده ايامها حصلت ازمه. فهي الازمه برغم انت يا سيدي ما تعرضش الفيلم، يعني انت ما تعرضش الفيلم لكن سيب الناس تيجي تصور. فلما حصل كده الناس بطلت تيجي تصور تاني لانه حسوا ان في مشكله بتقلقوا وبتوتروا. ليه؟ بقول لك المغرب عملت مدينه كامله بنيه فيها الاهرام وكرنك، والصين عملت نفس الحكايه، كلهم بياخدوا اثارنا الناس تروح تصور هناك، واحنا انت اللي عندك الاصل ما بتعملوش. يعني موضوع تصوير الافلام اللي بره ده موضوع طول شرحه، فيلم قصه لكن طويله، لكن يظل في الاخر احنا عندنا احساس ان الاخرين، لان احنا اتربينا كده يا يوسف. بص حضرتك وانت صغير ورايح المدرسه الوالده بتديني وبتديك مسطرتك وقلمك واستيكتك والى اخره، ما تسلفش حاجتك يا ريت ما تسلف، اوعى حد ياخدهم منك. اذا اول حاجه بنتعلمها احنا رايحين المدرسه ان الاخرين كلهم حراميه وانا بس الامين. تصدق ان اول خناقه في حياتي كانت بسبب الموضوع ده، الكوبايه بتاعتي وانا في الحضانه رقعت الواد اللي جنبي اسمه عصام علقه. بس ده استلافها، في فرق بين ان انت لو خدها من غير هياخدهم منك. ادي واحد، امي شحنتني هي السبب. اتنين في العالم كله اما بتطلع عمله جديده بيشوفوا جمالياتها. احنا اول جمله تتقال تبص فيها كده في اضاءه دي ممكن تتزور. صح، خد بالك. اذا احنا اتربينا من صغرنا على ان احنا كويسين والاخرين كلهم حراميه، الاخرين كلهم هيضحكوا عليك، الاخرين كلهم. وبالتالي لا يوجد مشروع ثقافي تقدر تعمله دون ان تجد جبهات كتير جدا بتناوئك وبتقف ضدك، لانها في دماغها انت جاي تفرز ثقافه او تطرح ثقافه مختلفه عن ثقافتهم، خد بالك. فهيناوئك لان فعلا هو بيبص لك على اساس ان انت مش مختلف، انت ضد. حلو. وبالتالي اما تيجي تقول لي انت بتتعامل مع الاجانب كده ليه؟ لان انا اتربيت كده، انا اتربيت ان الاخر جاي يضحك عليا، الاخر جاي ينصب عليا، الاخر جاي يعمل كده. عايزين تطلعوا فاصل؟ اطلعوا. هنطلع الفاصل بس لازم نرجع نكمل الكلام. الكلام الحقيقه لا ينقطع ابدا ولا يحمل لحظه ملل واحده، ودايما ممتلئ بالجديد من الافكار وحتى المصطلحات والاشارات شديده الاهميه مع الدكتور محمد العدل. يعني انا عايز اقول لكم البرنامج ده اهم من الدندوه. خلونا نروح للبتاع. بدون رتوش مع يوسف الحصيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولا زلنا مع الدكتور محمد العدل الذي يرفض باي شكل من الاشكال انه يتقال له اي كلمات، بيعتبرها فورا انها مجامله، وبيعتبرها انها شكل من اشكال التضخيم في ذاته، في حين انه رجل غير قابل للتضخيم في الذات اصلا. ربنا يخليه والله العظيم. انا عندي سؤال، لان احنا كنا واحنا بنختم فقلت لي انا منحاز لجيلكم اكتر منكم. منحاز لهذا الجيل ليه يا دكتور؟ لان انتوا بكره بالبلدي، يعني كده نقولها بالبلدي كده. انتوا بص احنا انا حتى لما نيجي نتكلم عن صناعه السينما،
يعني احنا في طريقنا ان احنا بنكون شركة دلوقتي لصناعة افلام. حلو. جزء اساسي من هذه الشركة ان يبقى فيها جزء الشباب هم اللي هيدروه، هم اللي هيقولوا نعمل فيه ايه، لان احنا افكارنا، انا وجهة نظر ان احنا افكارنا اصبحت متكلسة حواليها، يعني متكلسة دي اللي هي بتقال داخلة جوا كبسولة كده مش هتخرج منها، خلاص انا بقت افكاري ثابته حواليها قشره ما بحاول اطورها، بس على قد دماغي بطورها شويه قليلين قوي، لكن ابن لما بيقعد معايا بيقول لي افكار بتبهرني. هو اصبح هذا الجيل او جيلكو متصل بالعالم اكتر مننا، متصل بالتكنولوجيا اكتر مننا. احنا هرجع تاني واقول ان انا اتربيت على امي لما تجيب لي لعبه تقول لي حاسب تكسرها، فبخاف منها، العب بيها واخاف اكسرها. لكن الجيل ده اتربى انه يبقى جيل مقتحم، يعني تجيب له الكمبيوتر فيبوظه فتقول له باظ، يقول لك ايه يعني ما نجيب غيره، ما انا هفكه يعني بالظبط وهشوف اصلا مش عارف ايه هنغير دي وهحط دي. اقصد انه جيل مقتحم، وانتوا جيل مش زينا، احنا ربيناكم بشكل مختلف، وبالتالي طلعتوا جيل مختلف، وبالتالي بشوف ان مستقبل البلد دي فيكم مش فينا احنا. احنا خلاص احنا يعني ايه كلها كم سنة ونفتكر على الله اطلاقا، وما تقولش يعني كده يعني ابعد عن هذا الحديث ارجوك. ماشي. لكن اللي اقصده ان في الاول والاخر بكرة بتاعكو والبلد دي بتاعتكو وتطوير البلد ده بتاعكو، وانتم فاهمين اكتر مننا في حاجات كتير. يعني اقول لك احنا كنا بنعمل فيلم مولانا رواية الكاتب الكبير والصديق ابراهيم عيسى، اخرج مجد احمد علي وبطولة عمرو سعد. عمرو سعد. لا انا مش هجيب سيرة عمرو سعد لانه من الشباب. انا قلت لمجدي، قلت له يا مجدي انا وانت عواجيز كبار. جاز انا كبار؟ لا والله كبار بس مش عواجيز. هو قدي. ماشي. احنا كبار جيل مختلف. هات نجيب كل الناس جيل من الشباب، هم هيستفيدوا من خبراتنا واحنا هنستفيد من معلومات عندهم وتطور هم دخلوا عليه احنا ما نعرفوش. واعتقد ان ده هيبان كتير جدا او باين بشكل واضح في الفيلم، ومجدي نفسه بيعترف بده انه هذا الجيل افاده كويس قوي. فعشان كده بقول لك ان اي تجربه مهم، انا اسف صحه ماشي، ان هذا الجيل بعتقد بشكل خاص كده ان المستقبل كله في ايده، وان احنا اذا افدناه ببعض الخبرات لكن هو يمتلك زمام اموره. يعني بفتكر دايما خطاب 68 جمال عبد الناصر الله يرحمه. تفتكروا انت كنت استولات؟ لا ما انا قريته. انا قريته يعني. اصل 68 ليه دايما كبير يعني. ايوه. لا انا من 75. ماشي. ما اقدرش انكر. ف بفتكره كل شويه. 75 ده كنت في السجن بالمناسبه. والله العظيم كان مقبوض عليا. يعني دي واضح انها كانت سنه بيضاء. طبعا سنه زي الفل. كنت جنائيين. طالب. لا طالب. ما هو ماله اللي بيخش السجن جنائي دي. أيوة معروف بالزبط. اي حد جوه السجن جنائي. جنحه ما بياخدش سجن. بس كان اعتقال ولا حكم؟ لا مش احنا في احنا في فتره السادات. هقول حاجتين. لم يكن هناك اعتقال، كان كله بالقانون. يعني نشهد ده برغم كل تحفظاتي بس بالقانون. ولم يكن هناك تعذيب، ما كانش فيه تعذيب بالظبط، وبالتالي كان بيقبض عليك بالقانون وبتعترض بالقانون وبيجدد لك حبس بالقانون ويخرجك بالاخر بالقانون. فكنا بنبقى تحت مسمى قضية، مش يعني مش وقت سجن، كنت محبوس تحت ذمة قضية اربع إيه؟ شهور. احنا كنا في القناطر. في القناطر نروح القلعة ساعة التحيات ونرجع القناطر. لكن هو في حلو سجن القلعة. انا مرة ابويا الله يرحمه خدني وراني زنزانته في سجن القلعة. قعدت قلت له طب بتحس بايه وانت واقف قدام زنزانتك؟ قال لي بضحك. طبعا طبعا اللي هو فكرة كله بيعدي. واخد بالك؟ واحد فكرة كله بيعدي. قال لي احنا واقفين دلوقتي قدامها مش جواها. اتنين واللي نفسي الدولة تفهمه، ان انا بظل طول عمري مرعوب من فكرة ان يتقبض عليا. اما بتقبض عليا بتبقى كسرت الوهم ده. فمش مظبوط انك تقبض عليا بمبرر وغير مبرر. ما بنخافش من السجن بس ما بنحبوش. بالظبط. لا بفضل خايف من السجن لغايه لما اجربه. فخلاص. فاكتشف انه يعني في جمله جميله كده في روايه لنجيب محفوظ
حب تحت المطر. بتقول له هو انت دخلت السجن ليه؟ قال لها لما دخلت السجن ما كنتش شيوعي، نقطة خلص. هو فكرة ان انت بتدخل السجن وانت اصلا مش عامل حاجة، تتجند بقى جوه، تغير افكارك، تتبلش، تعمل كل ده وارد خلاص، وان انت بتكسر هيبة الحكاية. وبالتالي انا نفسي ما تقبضش عليها لذا كنت فعلا عامل حاجة، لكن ما بتقبض عليها وانا مش عامل حاجة انت بتخسر وانا بخسر. ده عشان كده يعني انا ما اعرفش ليه دخلنا، ليه اللي دخلنا عشان كنا بنتكلم على خطاب جمال عبد الناصر اللي رحمه الله، اتكلم بقى 68 وخطاب كنا قاعدين يعني نطلع بره قبل رمضان بحوالي 5 ايام انا والرائع جدا خالد يوسف، وبعدين قاعدين بنتكلم على خطاب 68 وازاي جمال قاعد عمال في خطابه يتحدث عن الشبان بنفس المنطوق او بنفس طريقه الافكار. اصل الشباب دول بكره، قال احنا ما نقدرش نحجر على افكارهم ولا نقدر نحجر عليهم لانه المستقبل مش بتاعنا، ده مستقبلهم هم، ما فمش احنا اللي هنقرر مستقبلهم يمشي ازاي. وطالب وقتها السادات الله يرحمه برضو يعني والرحمه تجوز على الجميع، انه كرئيس مجلس للامه في مظاهراتها تطلع وسيبهم يمشوا ويوصلوا لحد مجلس الامه ويدخلوا لو ارادوا، اوعوا تمنعوهم من حرية الرأي والتعبير لانه هم اللي هيبقوا مستقبل هذا الوطن. هنا لما كنت بتكلم مع خالد يوسف ولما حضرتك بتقول لي اصل السجن يعني اصل كنت لك السجن مستقبل بكرة، شكلها كده الشباب دول هم المستقبل وهم بكرة. لو بتدي نصيحة للدولة باجهزتها المختلفة انها احيانا او كثيرا تسجن من يعارض فكرة او يختلف سياسيا او يخرجوا بكفالات 4 مليون وشوية، يعني احنا مش شغالين حصالة يعني. بص انا طبعا يعني فكرة الاربعة مليون وسبعمائة الف اللي تلموا في وقت قليل قوي دول بتقول ان الشعب ده قادر، مش قادر ماديا، قادر على انه يرد. انا انجيت للحق، بشوف ان الناس دفعت الكلام ده لان الولاد دي نازل اتقالت وجهة نظر بدل مهمة. مش عايز اقلب الموضوع سياسة جيت للحق، لكن عايز اقول ان مهم جدا ان الشباب ده يقول وجهة نظر، وليس معنى ان انا مختلف معاك في الفكرة ان انا على خلاف معاك. احنا وهرجع تاني واقول ان انا من اول يوم وانا لم اكن، انا كنت في حملة حمدين صباحي. كنت في الحملة ولا كنت في الحملة ومولا؟ لا مش ممولا خالص، كنتش ممولا، الناس كلها كانت بتناول، كله كان بيتبرع لاجل هذه الحملة. لكن انا كنت مسؤولا عن الحملة، من الناس المسؤولين عن الحملة، لكن يوم ما تم اعلان النتيجة انا كتبت ليس لدينا رفاهية ان يفشل عبد الفتاح السيسي. صحيح. ليس لدينا رفاهية ان احنا نبقى ضده. صحيح. لكن الرفاهية الوحيدة اللي انا مش شايفها رفاهية ان احنا اما نشوف حاجة مش مظبوطة خلاص هنقول عليها مش مظبوطة، واما نشوف حاجة كويسة هنقول عليها كويسة. طب خلينا نشوف الفيديو ده عن تأييد حضرتك واشتراكك في حملة الاستاذ حمدي. مصادر تمويل حملة حمدين قالت ايه بوابة فيتو؟ فيتو تكشف ثلاثة مصادر يعتمد عليها صباحي في حملته الانتخابية. اولها المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والذي تبرع لصباحي، ده على مسؤولية فيتو، بشقة مواجهة لمقر الحزب الكائن في منطقة الدقي، وقام بتجهيزه من كافة متطلباته من أجهزة كمبيوتر وكراسي وقاعة مؤتمرات واجتماعات وكذا، هذا بخلاف الأموال التي ينفقها سامي على حملة صباحي والتي يتبناها حزب الكرام باعتباره داعما له في الانتخابات الرئاسية. المصدر الثاني للتمويل حسبما قالت بوابة فيتو هو المنتج الفني محمد العدل، والذي أعلن هو الآخر دعمه قبل ذلك لصباحي في الانتخابات ورحب ببرنامجه الانتخابي وقال أنه سيحقق العدالة الانتخابية. العدل دوره في دعم حملة صباحي هو المساهمة في الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمعروف أن الدعاية الانتخابية تطلب ملايين جنيهات، خاصة أن صباحي يعقد مؤتمرات جماهيرية في المحافظات لطلب دعم المواطنين له. المصدر الثالث للتمويل
كان مفاجأة حسب ما قالت فيتو. هو المخرج خالد يوسف أكثر الداعمين للمشير السيسي، ده حسب كلام الفيتو. بتقول انه خالد هو واحد من اكثر الداعمين للمشير السيسي في الانتخابات، تبرع لصديقه صباحه بمبلغ من المال، ما اعرفش هم عرفوا الحكايه دي ازاي، عرفوها منين يعني انه تبرع. لمعرفته ان الاخير يتعثر قليلا في الحصول على الماليه المطلوبه لعمل الدعايه الانتخابيه، وذلك بحسب قول مصدر من الحمله. تابع المصدر مبالغ تقدر بمئات الالاف لمساعدة الصباح على تجهيز بانرات الدعايه والصورهم الى ذلك، اعمال مبدا تكافؤ الفرص بينه وبين المشير عبد الفتاح السيسي الذي سنده مجموعه كبيره من رجال الاعمال في حملته الانتخابيه. ده كان كلام يعني قاله استاذ احمد موسى وحش القطايف والفخذ الضاني. فين يعني انا، هل ده يعتبر اتهام انه فلان يتبرع للحملة العلانية؟ أولاً هو مش اتهام، ثانياً هو مش حقيقة، خلاص انا بتكلم بمنتهى الصراحة يعني مش حقيقة، وهو لا اتهام لا يدين، خلاص بس ده بالقانون بيسمح لي، بس فعلاً يعني شرف لا ادعيه، هل فمش صحيح. ليه الزميل احمد موسى حط ده في اطار وكأنه يعني جبنا التايهة بقى بيدي بلد. ها والعدل بيطبق، وخالد يوسف ومحمد سيد يعني مع حفظ الالقاب للجميع كلهم اساتذه وناس محترم، فالقانون يسمح بالتبرع للحملات الانتخابيه في البرلمان وفي الرئاسه، يعني ده لو انا بعمل حمله انتخابيه للمجلس المحلي الشعب بتاعنا في القريه من حق اتبرع. انا عايز اقول ان حمدين صباحي في الحمله الانتخابيه الاولانيه قدم كشف بمصادر الناس بالمليم بالمليم. فاحنا اصلا الموضوع ما بيبقاش سر، لكن فعلا اللي هو قاله ده مش مظبوط. وانا مش يعني جيت الحق انا مش عايز ارجع للحمله، انا كنت جايب سيره الحمله دي عشان اقول ان احنا بنقف وراء هذا الوطن وهذه الدوله ممثله في رئيسها وحكومتها ومجلس نوابها الكلام ده كله فقط، خلاص لان الدوله دي تستحق ده. لكن لما هشوف فيه خطا هقوله، مش لاني عايز اقول لكم شفتوا انتوا غلطانين ازاي، هقوله عشان ينفع يتصلح. لكن لما بيبقى في حاجه كويسه احنا بنقول انها كويسه. في اي دول الكره الارضيه انك تكون مؤيد لمرشح فيصبح بالضروره وباللزام انك في حاله عداء مع المرشح الاخر؟ بالظبط. ده موجود في اي حته في العالم؟ لا بصراحه انا بشوفه عندنا بس. هل الاعلام للاسف الشديد في مصر هو المسؤول عن هذه الحاله؟ ده جزء اساسي. تحول البلد الى حاله من حالات العسكره او الفسطاطين. بص احنا فانت في فسطاط كذا او في فسطاط كذا. احنا تحولنا الاهلي والزمالك، فكره الاهلي والزمالك في كل حاجه في كل واذا يعني الناس مش قادره تستوعب ان ده جزء من حمله بتتعمل علينا من سنه بدايات السبعينات، ان فكره القوميه العربيه عليها ان تنتهي وتتحول لتناحر ما بين الدول وبعضها وتناحر بين كل شعب وبعضه وتناحر بين الفئات المختلفة، وهم نجحوا في ده واحنا بنشجعهم وماشيين مكملين فيه. ده يبني بلد او يبني وطن او يساعد على نمو من وجهة نظري طبعا. انا مش صعب قرار في انه يبني ولا مش قرار، وجهة نظر رجل مثقف. انا وجهة نظر المستحالة يعني انا مش ممكن ابقى في بيت واحد وانا خارج من البيت اخويا باصص لي بجنب وانا باصص له بجنب. هل تعاني مصر من مكارثية جديدة؟ طبعا طبعا طبعا. اما اما هو بيفتش اذا كنت انا صايم ولا فاطر، مش هقول بقى اي حاجه تانية، خد بالك ده في حد ذاته خبل. دي انا هاخدها. احنا عندنا فاصل صح ماجد عمال طالما بيخبط على الكيبورد يبقى في فاصل، لكن هروح لموسم حرق الساحرات ده. لكن فكره المكارثية زي اللي حصلت زمان في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنك أنت بنيت هذا الرأي إذن فأنت شيوعي وأنت تبغي هدم طريقة الحياة الأمريكية. حضرتك لولا أن في بعض الناس صعب يتقال عليها إخوان، فأنت أول جملة بيتقال عليها إخوان، ولنا في ذلك الخلاف اللي حصل قريب قوي بين احمد شوبير والطيب. الاثنين نعتوا بعض بانهم اخوان،
يعني انا مش مفهوم اتخلقوا مع بعض على تشجيع على نادي على تشجيع نادي وقلبوا الموضوع فتحولت لانك بتقول له انت اخوان وانت اخوك اخوان وانت وانت خالك كان كذا ده انت خالك. ويوم ما جم يهاجموا محمد دياب على فيلم اشتباك اتهموه بان خاله في الاسماعيليه اخوان. ايوه يعني اقصد لا انا متذكر اسمه ايه الطويل الاقرع ده عزمي قال جورج اسحاق اخوان. اه عزم جه ايوه هو ده ايوه قال جورج اسحاق اخوان. يعني انا الحقيقه ما بقيت مذهول يعني لا وفي مبرر دخت بس عشان كده انا بقول لك فكره ان ادخل جواك واتهمك بما ليس فيك وتلاقي من يروج لده ده في حد ذاته في حاله خبل يعني. طيب من هذه المكرثيه هنروح للفاصل وبعدين هنرجع الى مساله محاكم التفتيش واحرقوا الساحرات ومواسم حرق الساحرات وما الى ذلك. وهنفتكر مع بعض هو كل واحد في راجل عظيم جدا وعزيز علينا جدا قال هو كل واحد هيحط لي بتاعه بيضه على دماغه هيعمل لي فيها الشيخ بقى يقعد يتكلم في الدين. الراجل ده موجود معنا في الاستوديو بالمناسبه هذا الرجل المحترم. فعايز اتذكر معاه هذا المشهد وهذا الكلام وحاله محاكم تفتيش يا ترى هي موجودة ولا كانت موجودة ولا احنا مقبلين عليها ولا احنا هنخش تاني في مرحلة مواطن نشر غسيله على مواطن تاني. احداث الزاوية الحمراء روحوا للفصل وتعالوا. انتوا لسه مع بدون رتوش مع يوسف الحصيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بقى الدكتور محمد العادل قال هو كل واحد لابس لنا بتاع بيضه على راسه هيعمل فيها شيخ وهيتكلم في الدين. ده فيديو بالمناسبه انا مش قادر افهم انت جاي بتعمل لي مراجعه. احنا بنتذكر مش قادر افهم دي حاجات حلوه كلها هي كلها حاجات حلوه بس انا جاي ندردش في رمضان رمضان كريم والناس صايمه يعني انا عايز برضو اخد رايك في الشبان اللي موجودين على الشاشات اليومين دول هنتكلم فيها. بس خلينا نشوف الفيديو ده الاول عشان انا من الحاجات دي الحاجات اللي انا مغرم بيها مواسم حرق الساحرات ماشي. ودي حاجه مهمه شوفوا الفيديو ده يا جماعه. اولا كم الاتساق غير طبيعي اللي بتقوله النهارده يتسق مع اللي اتقال من سنتين يتسق مع اللي اتقال من 10 سنين يتسق مع اللي اتقال في 1977 واكيد من ايام حبسه 75. فخليني دايما ابدي تقديري واحترامي الشديد ربنا بصراحه. ربنا يخليك اشكرك. هنا القيت بال ال 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 الثقل او العبء على الاثنين على المثقفين وعلى اجهزة الدولة في تمدد وانتشار التيارات الدينية الوهابية والمتطرفة والناس او اللي هم لابسين الطرح البيضاء واللي عاملين فيها مشايخ. حتى هذه اللحظة لازلت تلقي بذلك على عاتق ايضا المثقفين مش فقط الدولة. طبعا طبعا. بص يا جو اما اقول ان انا عندي في دولة اربع او خمس احزاب ناصرية تعرف على طول ان في ازمه في طب انتوا كلكم بتنتموا لتيار واحد ولكيان واحد المفروض ان انتوا تبقوا ملمومين. لا في ازمه ان انا عايز ابقى انا الزعيم وانا الزعيم وانا الزعيم وانا الزعيم فكل واحد يكون له مجموعه. ده بينطبق على المثقفين بينطبق بالمناسبه حتى على لو رجعت للتاريخ كان في الحزب الشيوعي المصري وكان في حزب العمال وكان في 8 يناير وكان في التيار الثوري برضو كل دي احزاب شيوعيه من وقت النشأة. احنا كان عندنا اسكرا وكان عندنا الرايه وكان عندنا حدث بالظبط. وبالتالي التاريخ نفسه كده التاريخ بيقول انا كنت بتخيل ان المثقفين بحكم التاريخ وبحكم التجارب ان لابد ان يكون هناك شيء مشترك بينهم يجمعهم. يعني هفترض هقول الاهلي والزمالك بيجمعنا ان احنا بنحب الكوره فخلينا كلنا نحب الكوره وخليك اهلاوي وخليني زملكاوي وخليني اهلاوي وانت زملكاوي زي ما تمشي. اللي اقصده ان على المثقفين انهم يدوروا على كيان يتلموا فيه. هيحصل انا وجهه نظري مش هيحصل على الاقل في المدى القريب. لان ما زال عندنا فكره التشكيك في غرضك ايه وانت بتعمل ده. يعني دائما بتيجي تكون كيان فهناك غرض ما وراك. دائما في شك في انك عايز تعمل حاجة انا مش شايفها. وده برضو من تربيتنا كلنا بنفس الحكاية وبنفس الطريقة. خد بالك لا حد ياخد الحاجات دي منك. فكرة محدش ياخد الحاجات دي منك. دائما الاخرين فيهم عيب.
انا بحمل طبعا بحمل المثقفين نتيجه اللي احنا موجودين فيها بيتحملوها بجزء كبير، وبتمنى عليهم وعلينا وما بعفيش نفسي خلاص ان احنا نقدر نتلم في كيان ما يبقى فيه مشتركات بين الناس عشان ولادنا وعشان بلدنا وعشان هذا الوطن وعشان الحكومة يعني. وبتمنى على الدولة انها تستوعب ان اي كيان بيحصل ما هوش كيان ضد، حتى لو كانت وجهة نظر ضد، ما هوش كيان ضد كيان الدولة. يعني اما يجي انا مثلا يقول لك ايه اصل انت كده لما بتقول الكلام ده انت بتكسر هيبة الدولة، مفيش حاجة اسمها هيبة الدولة، في حاجة اسمها هيبة قانون، والدولة اللي فيها هيبة للقانون لها هيبة، والدولة اللي ملهاش هيبة للقانون ملهاش هيبة. وبالتالي انا بتمنى على كل المثقفين والفنانين وكل من يحمل لهذا الوطن حب وذكريات وامل فيه انهم يتجمعوا في كيان. ازاي انا معرفش ليها حل. اروح بسرعة قبل ما اختم البرنامج ده او النهاردة يعني الحلقة مع الشبان، الشبان بقى في الفن، شبان الممثلين وشبان السيناريو وشبان الاخراج وما الى ذلك. لافتين نظرك الفترة دي جدا جدا. انا مثلا في التمثيل محمد الشرنوبي عجبني جدا، دينا الشربيني عجبني جدا قوي، تايسون في جراند اوتيل عجبني جدا. دينا دي بقت متوحشه قوي على فكرة. دينا متوحشه، مش متوحشه انا بقولهم متوحشه تمثيليا. انا بقولهم دول كلهم يعني انا وجهة نظري انهم سيتبوأوا الساحة بسرعة شديدة جدا لأنهم غيلان تمثيل. وأحمد مالك بالنسبة لي على وأحمد مالك جن. وأحمد داود جن خلاص. إخراجيا طبعا في أحمد شاكر خضير، في طبعا محمد ياسين، طبعا محمد العدل في الخروج، في ما كنتش عايز اقوله لا يقوله برضو بس يعني لازم بس يتقال يعني. انا مش ممكن هنحي عيلتي كلها برا الحكاية مش ممكن يعني واخد بالك. لا في شباب هايل ورائع على المستوى الكتابة على مستوى الاخراج على مستوى التمثيل. فانا بقول مستقبل الدراما التلفزيونية، وبمناسبة الدراما عايز اقول للناس السينما دراما والتلفزيون دراما والمسرح دراما. ما يصحش حد يبقى بيشتغل في المهنة دي ويقول اصلا ما اشتغلت سينما وما سبتها ورحت للدراما، لان الدراما في التلفزيون اسمها الدراما التلفزيونية زي ما في دراما سينمائية. ده بين قوسين الكيان الجديد اللي بيتعمل اللي قلت لي عليه ده هيعتمد اكتر على الشبان دول. هو الفكرة اصلا قايمة ان الشباب اللي عندهم احلام بافلام مش ما عندهمش قدره ماديه انهم ينتجوا اعمالهم، بمعنى ان انت مخرج وانا سيناريست وفلان مدير تصوير احنا معانا مشروع بس معناش سيوله تعمل المشروع. وبالتالي دي شركه قايمه عشان تدعم، مش تدعم، تدخل شركه في مشاريع الناس دي عشان تنفذها، لانهم مش احنا مش هنقدر نعمل افلام بدون الناس دي، وهم مش هيقدروا يعملوا افلام بدون تمويل مالي يعمل افلام بالشكل ده، افلام توزن الكفه. لان احنا دلوقتي بقى عندنا ستايل من الافلام خلى الناس ما تروحش السينما، وبالتالي انت محتاج اذا كان في 10 افلام من النوع اللي الناس ما بتروحش عشان السينما تعمل قصاده 10 افلام كمان زيهم، فيبقوا الاثنين قد بعض، فنقدر ننزل تاني الناس السينما. وبتمنى ان ده يبقى مشروع والدولة تدعمني بسينمات وتدعمني بانها تشوف طريقة في القرصنة. لازم لان القرصنة داخلة على الدراما التلفزيونية كمان. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهاردة. انا اكتر بصراحة، وخليني بقى انا المرة دي اللي هقول شهادة لن اعتبرها مجروحة وان كانوا هم اصدقائي، بس ريم العدل تحية مرعبة مذهلة على اللي عملته في فيلم اشتباك اللي لسه ما تعرضش. ريم عملت شغل ستايلينج من بتاع بلاد برة مش هزار، كل التفاصيل مية مية يا ريم.
حاجه ما حصلتش. شادي العدل الحقيقه اللي دايما كل ما يبعت لي لازم يزيل اي رساله بانه شادي كريم ولا لا انا قلت شادي لا كريم. كريم لازم يقول لي ايه وحمد لله على السلامه، مش عارف يعني بيلومني. وريم تقول لي مش قلت لك يعني في الحقيقه شيء عظيم بصراحه واحد حمد لله على السلامه والثانيه مش قلت لك بس ماشي. العيله دي شكلها توديني في داهيه، مشاغبين هم. ايوه مش كده طبعا. طيب خلوني الاول اشكرك مره ثانيه جدا وقوي خالص على انك موجود معنا النهاردة. انت لا تظهر في رمضان على الاطلاق، فيعني مش بقى خطوة عزيزة، مش عارف اقولك ايه المجاملة الحلوة. انا اشكرك وبشكر احلى عادية وصلت لي بصراحة. وانا ما اقدرش انت بالذات اقولك لا، يا رب يخليك يعني رب. انت بحرجع تاني واقول ان انت ابني انا اتشرف يا رب من اولادنا، فما اقدرش يعني. انا اول ما المعدة قالت لي برنامج يوسف الحسيني قلت لها خلاص انا جاي. يا رب يخلي حضرتك رب. ربنا يخليك يا رب، والف شكر وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم، ولازم نتسحر سوا بقى باذن الله. والله العظيم يلا افرض الصعوبه. وخلوني اشكر طبعا معدتنا الرائعه الصحفيه الجميله والزميله والصديقه العزيزه عزيزه ابو بكر معده هذا البرنامج ورئيسه تحريره، شكرا جدا يا زوزو. وشكرا جدا ليكم شفتوا زوزو دي، شكرا جدا ليكم على حسن الاستماع، وان شاء الله نتقابل بكره باذن الله لو كان لنا عمر الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره الساحرة. سلامات. كنتم مع بدون رتوش مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم.